وتفاصيل أكثر إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك أستاذة دعاء. أهلا بحضرتك دكتور. كالعادة بالنسبة لمصر منذ اندلاع هذه الأزمة ومنذ اللحظة الأولى وهناك الكثير من المحاولات والمحادثات مع الدول المختلفة حتى يتم الوصول إلى التهدئة وحتى يتم حل هذه القضية بشكل عادل وشامل. هذه ليست المرة الأولى التي يكون لمصر دور كبير في مثل هذه الأزمات وخاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية. كثيرا ما كان لمصر الكثير من الأدوار من ضمنها على سبيل المثال ولا الحصر الوصول إلى حل للنزاعات في التوقيتات المختلفة والوصول إلى تهدئة ووقف لإطلاق النار، إعادة إعمار، مساعدات إنسانية طبية غذائية. هذه المرة كيف ترى الدور المصري وأهمية الدور المصري في هذه الأزمة الأخيرة؟ في الواقع أستاذة دعاء، أن ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية من تصعيد خطير غير مسبوق، ربما على خلاف الجولات السابقة من المواجهات الدموية بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ما حدث هو نتاج لما حذرت مصر منه مرارا وتكرارا، من أن الانفجار سيحدث في كل وقت طالما استمرت مسببات هذا الانفجار. مصر حذرت كثيرا على الرئيس السيسي في كل المناسبات، في كل المنتديات، في كل اللقاءات، بأن القضية الفلسطينية القضية المركزية، بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب البحث عن إزالة مسببات العنف من جذوره، وهو تحقيق السلام العادل الشامل الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمرجعات الدولية ووفقا لحل الدولتين ووفقا لكل المنطقة الذي يقول بأن طالما استمر الاحتلال، طالما استمر التشدد والاعتداء، ستظل هناك بيئة من عدم الاستقرار، وسنشهد هذه الموجات من العنف ومن العنف المضاد ومن هذا الصراع الدموي، والذي كان ربما يعني وصل لذروته في الأيام الماضية مع التكلفة البشرية الهائلة. لأول مرة نجد الآلاف من القتلى، الآلاف من المصابين في خلال أيام قليلة، وطبعا هناك توجه نحو تصعيد كبير في خلال الفترة المقبلة، وبالتالي هناك تكلفة سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالتالي ما حدث هو أن العالم لم ينتبه إلى أن طالما كان هناك دعم وصمت، طالما كان هناك تجاهل لهذا الاحتلال وللممارسات المتشددة من انتهاكات ومصادرة الأراضي وانتهاكات المسجد الأقصى وتضييق على المصلين، كل هذا بالطبع كان مسببات ومدخلات غزت بيئة الصراع وبالتالي هذا الانفجار. ولذلك كان التحرك المصري من ضمن مسارات متعددة متوازية متكاملة فيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، باعتبار أنها في قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية. حقيقة أستاذ دعاء، لم تغب لحظة واحدة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية في كل دائما المحافل. كان الرئيس السيسي دائما يؤكد على أهمية حل القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، باعتبار أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار وتفادي هذا التكلفة البشرية الباهظة والتكلفة المادية والتكلفة النفسية وعدم الاستقرار في المنطقة. وبالتالي كان هذا التجاهل الدولي حقيقة من القوى الكبرى ومن المجتمع الدولي وكل هذا الأمر، وبالتالي كان حدث ما حدث، وهذا لن يكون الجولة الأخيرة. لكن بكل هذا الأمر كان مصر دائما حريصة على التحرك على عدة مسارات في نفس التوقيت في نفس اللحظة. يعني منذ اندلاع هذه المواجهات يوم 7 أكتوبر تحركت مصر أولا للعمل على وقف التهدئة، منع التصعيد، لأن الأمور تتجه إلى يعني أبعاد خطيرة حقيقة كما نرى ونتابع الآن. هناك اندفاع كبير من جانب إسرائيل نحو الانتقام الشامل تجاه الفلسطينيين. الأمر أيضا مختلف هذه المرة، هناك دعم غربي وضوء أخضر أمريكي بل أضواء كثيرة، كل هذا حقيقة بيطلق يد إسرائيل، وبالتالي سنعيد نفس تكرار ما حدث من قبل. قبل أن نتحدث عن الدعم الغربي والمواثيق الدولية أين ذهبت والقرارات الدولية أين ذهبت، سؤال بيطرح نفسه. نتحدث عن قوات احتلال ونتحدث عن أراضي محتلة، تبعا للمواثيق الدولية، هل من الممكن للمحتل أن يعلن حالة الحرب على الأرض التي يحتلها؟ هل هذا طبقا للمواثيق الدولية أيضا؟ القانون الدولي هذا طبعا غير منطقي، لا يعني لا لأن هذا ما حدث.
لتبقى المواثيق الدولية هي لا تنطبق حالة الحرب هنا، لأن إسرائيل لا تحارب دولة وإنما إسرائيل تحارب المقاومة الفلسطينية. القانون الدولي والمواثيق الدولية يقول أنه طالما استمر الاحتلال فإن هناك المقاومة مشروعة، المقاومة بكل أشكالها السلمية. طالما يعني نتنياهو من أول الكلمات التي قالها لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي أننا في حالة حرب وأنه سيتم إعلان حالة الحرب، وهذا ما نراه بالفعل على أرض الواقع، بل بالعكس إنها حرب ربما هي خارج أيضا المواثيق الدولية المتعلقة بكيفية الحروب. إذن السؤال مرة أخرى، أرض محتلة وقوات الاحتلال تعلن حالة الحرب عليها، إلى أي مدى هذا مخالف للمواثيق الدولية؟ وبالطبع أستاذ رائع هذا مخالف للقانون الدولي، لأن هذا احتلال في مواجهة مقاومة مشروعة. القانون الدولي بيدعم ويقف في صف المقاومة الفلسطينية لإنهاء هذا الاحتلال، كما يعني تعامل مع كل أنظمة الاحتلال السابقة في التاريخ. الأمر الثاني أن إعلان حالة الحرب من جانب إسرائيل هو الاعتبارات الداخلية للاستهلاك الداخلي لحشد الرأي العام للتغلب على الانقسامات داخل إسرائيل. ثم الأمر الثالث أن عندما تشن إسرائيل وتعلن حتى الحرب على الفلسطينيين، حتى هي لا تراعي القواعد والقانون الدولية التي تحكم الحروب، خاصة القانون الدولي الإنساني. القانون الإنساني بيحظر ويجرم ويمنع استهداف المدنيين، يمنع استهداف المنشآت المدنية، يمنع استهداف البنى التحتية، ويمنع كل هذه الأمور ويعاقب عليها حتى والآن ما يحدث هو جرائم أقرب لجرائم جرائم الحرب التي يحاكم عليها القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، لأن ما حدث هو استهداف الأبراج السكنية، استهداف للمدنيين، أكثر من 1000 شهيد فلسطيني من معظمهم من الأطفال والنساء في خلال الأيام الثلاثة الماضية في ظل هذا الاندفاع والحرب المسمومة والانتقام. بدافع الانتقام لا يهم أي قواعد، لا يهم أعراف، وصل الأمر إلى قطع الماء والكهرباء. طيب إذن الكل متفق دكتور أحمد أن كل ما يحدث هو مخالف لكافة المواثيق والقرارات والاتفاقيات والأعراف الدولية، ونرى أن هناك عدد كبير من الدول الغربية تدعم إسرائيل وبقوة فيما تقوم به هذه المرة. إذن لماذا، ويبقى هذا السؤال متكررا مع ضيوف كثر، لماذا هذه المرة كل هذا الدعم بهذا الوضوح وهذه الصراحة أمام الجميع، وأن هناك المزيد من الدعم العسكري حتى تقوم إسرائيل بالمزيد مما تفعله في قطاع غزة؟ هو بالطبع أستاذ دعاء هذا الدعم الغربي، ونقول صراحة الدعم الأمريكي العسكري والسياسي الدام والمالي الدام محدود لإسرائيل، هو تكرار لأخطاء استراتيجية سابقة وامتداد للانحياز الغربي والأمريكي لإسرائيل حتى في مواقفها السياسية. وهذا الانحياز طبعا له اعتبارات كثيرة، اعتبارات سياسية، يعني خاصة اعتبارات انتخابية. أصبحت القضية الفلسطينية محل مزايدات، هناك الآن مزايدة أمريكية داخلية على الدعم إسرائيل وعلى إطلاق يدها في الإمعان في الاعتداء على الفلسطينيين. الأمر الثاني أن هذا الدعم الغربي وهذا التجاهل هو أيضا جزء من المشكلة، وهو أيضا يتحمل مسؤولية الوصول لهذه الحالة. لأن لو كان الغرب طبق العدالة الدولية والمعايير الدولية والقانون الدولي والمرجعيات الدولية وضغط على إسرائيل وأقام السلام العادل والشامل، لكان وفر الأمن لإسرائيل ولكان تفادى حتى هذه الضحايا الكبيرة من الجانب الإسرائيلي من المدنيين. وبالتالي المنطق يقول أن إذا كان الغرب يريد دعم إسرائيل وحماية إسرائيل، فالحماية ليست من خلال الدعم العسكري وقتل الفلسطينيين، ولكن الحماية من خلال إطار السلام العادل هو السياج الحقيقي الذي يحقق الأمن. وبالتالي هذه الازدواجية رأيناها في مجلس الأمن الدولي في عدم إصدار أي قرارات لإدانة إسرائيل، حتى لو صدرت قرارات لإدانة الازدواجية في إصدار القرارات كان أمر مرفوض، لكنه كان فقط متعلق بإصدار القرارات، لكن هذه المرة أصبحت الازدواجية فيما يتعلق بالقرارات وفيما يتعلق بالدعم الواضح والمكشوف أمام الجميع. إذن هذه المرة هي بالفعل مختلفة. طبعا مختلفة، يعني من أول لحظة على حتى خلاف المواقف السابقة كانت أمريكا تدعو ضبط النفس، كانت تسمح لإسرائيل بأن تنهي العمليات في أيام معدودة، لكن الآن هناك مزايدة، هناك إرسال حاملات طائرات، هناك إرسال دعم عسكري وجسر جوي. يعني في مقابل ماذا؟ في مقابل يعني منظمات فلسطينية مع أسلحة بدائية. هذا بيعكس أن هناك أهداف أكبر وأهداف أخرى، هناك الآن محاولة لإعادة خلط أمور في الشرق الأوسط وتنفيذ مخططات قديمة الكل يعرفها. وبالتالي هذا التعامل وهذا التعامل الغربي فيما يتعلق بالانحياز والتعاطف مع الجانب الإسرائيلي وما يسميه المدنيين وتعرضهم لهجمات من جانب التسلط الفلسطينية، في المقابل لا ينظرون بأي نظرة اعتبار لما يحدث للفلسطينيين خلال السنوات الماضية. خلال حتى هذا العام قتل أكثر من 200 فلسطيني، منهم
تسعة فلسطينيين في الطرقات لمجرد فقط الاشتباه بأنهم يعني يحملون أسلحة وأنهم يحملون أسلحة بيضاء. تم قتلهم بدم بارد، تم إطلاق المستوطنين لقتل وحرق الفلسطينيين وممتلكاتهم في حوارة، ولم يتحرك المجتمع الدولي. وبالتالي هذه الازدواجية هي التي أوصلت حالة اليأس وأوصلت هذا الانفجار. وبالتالي هنا نرجع إلى الدعوة المصرية والرؤية المصرية الحكيمة فيما يتعلق بالعمل على وقف العنف، منع التصعيد، لأن التصعيد يعني تكلفة، مزيد من الضحايا، مزيد من التدمير، مزيد من الكراهية بين الجانبين. أيضا التحرك المصري فيما يتعلق بالمعالجة الجذرية، المعالجة الجذرية لهذا الصراع، لأن إذا كانت أمريكا والغرب يدعم إسرائيل عسكريا وستقتل آلاف الفلسطينيين في الأيام المقبلة، لكن هذا ليس هو الحل للصراع، ليس هو نهاية المطاف، لن يحقق الأمن لإسرائيل. لكن هناك لابد هناك احتكام إلى لغة العقل والحكمة والتعلم من الدرس. الدرس يقول أن ما حدث أن كل ما قامت به إسرائيل من عدوان وسياسات وتشدد وانتهاكات لم يثني أو لم يكسر الإرادة الفلسطينية. الفلسطينيين لديهم الحق الشرعي في إنهاء هذا الاحتلال، في إنهاء في تحقيق المقاومة. وبالتالي 7 أكتوبر وبعده أن الفلسطينيين لا يمكن الاحتلال أن يفرض نفس الأمر الواقع. وبالتالي الاستمرار في نفس النهج ودعم إسرائيل في القتل والعدوان لن يحقق الأمن، بالعكس سيطيل أمد الصراع، ستزيد التكلفة. لابد من الوصول إلى حل من جذوره، كما دائما ما تدعو مصر بأنه لابد إلى الوصول إلى حل جذري لحل هذه القضية وهذه الصراعات. دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، جزيل الشكر لحضرتك.